الحمام يكون يعني بحسب حجم الحيوان، حسب عمر الحيوان، يعني الـ 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 الكبير غير يعني اهتمام بالصغير، يكون فرق. يعني هو ما في شيء محدد يعني العناية، لكنه الأفضل يعني يكون عناية شهرية، يعني مرة بالشهر كذا. احنا بدينا يعني بالحيوانات المنتشرة تقريبا اللي هي قطط والكلاب. هو يعني ما يبيلها أدوات قد ما يبيلها واحد يعني يكون عارف الشغل، عارف كيف يهدي الحيوان الأليف، عارف كيف يتعامل معه في حال يكون شرس أو شيء. يكون تعقيم يعني حتى مو يومي أو شيء، لا يكون بعد كل حيوان أليف، يعني بنفس اليوم بعد كل حيوان أليف يعقم، بحيث أنه ما تنتقل الفطريات والأمراض وكذا. مشاكل يعني قد يكون حيوان شرس، يعني هذه المشكلة أنه يكون شرس كذا ويكون له تعامل خاص نتعامل معه نهديه وزي كذا. هو الشغل بالسيارة يكون مختلف عن محلات، يعني زي ما يقولون كأنك طالع البر كذا، إنه كل الأجهزة معتمدة على بعض، وإنه إذا خرب شيء يخرب العملية كاملة وكذا. لازم الواحد يكون ماخذ احتياطات أو ماخذ يعني متجهز لأي شيء ممكن يصير. يعني السيارة يعني من داخل يعني يكون فيها تحميم وفيها تنشيف بواسطة الاستشوار، وطبعاً تنظيف الأذن وتنظيف الأنف وكذا. يعني اي الادوات يعني تكون خاصه بالحيوانات، يعني في الشامبو لازم يكون مختلف يعني عن الشامبو اللي نستخدمه احنا. يعني في شامبوات خاصه وفي شامبوات اللي تكون ضد البراغيث والاشياء هذه اللي بالشعر وكذا، يعني يكون اعتناء خاص بالحيوانات.